تصدير المنتجات المحلية يتطلب من هذه الأخيرة أن تلتزم بالمعايير العالمية وأن تكون مرفقة بشهادة المطابقة لتلقى مكانتها في الأسواق الخارجية حسب آراء المختصين. إذا كان هذه المنتوجات عندها خصوصية جغرافية، منطقة محددة، عنده خصوصيات مناخية، كل هذه لازم نشوفها حسب المدى، حسب لوكاي شارج دفتر الأعباء اللي دارته وزارة الفلاحة، وشوفوا بواسطة هيئة المطابقة نسلم له شهادة المطابقة للسيرتيفيكاف دو كونفورميتي، حتى يمكن تكون عنده مكان وعنده خصوصية تاعه ونحافظوا عليه. منتجات محلية ذات نوعية وجودة، ولكن شهرتها انحصرت في مناطق إنتاجها، وبالمقابل يبحث المستهلك الجزائري عن نفس مميزاتها في قائمة السلع المستوردة، فأين الخلل؟ طبيعة الحال ترقية المنتوج الجزائري وترقية المنتوج المحلي راح يعود بالفائدة على الفلاح في حد ذاته، لأنه هذا راح يدفع به إلى إنتاج أكثر، وكذلك إلى تعريف المنتوج تاعو اللي مجهول. يعني كاين بعض المناطق معروفه ومشهوره بالسلع تاعها الممتازه، كما الان نشوفوا مثلا زيتون تاع سيق، ولا مثلا الكرموس ديابس تاع منطقه اخرى، ولا العسل تاع منطقه. لما تكون هنالك لابيليزاسيون واسم، هذا سوف يدفع بالمستهلك الجزائري للبحث عن هذه النوعيه بطبيعه الحال واقتنائها. حماية الإرث الإنتاجي وجعله مورداً اقتصادياً يتطلب اهتماماً إضافياً بالقطاع الفلاحي وجهداً مكثفاً من قبل الفلاحين، فهل سيسترجع المنتج المحلي بذلك مكانته عند المستهلك الجزائري قبل أن يوجه للأسواق العالمية؟